عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والوفد المرافق له بعد انتهاء زيارته الرسمية لجمهورية روسيا الاتحادية، والتي استغرقت عدة أيام لحضور الاجتماع السابع للجنة العسكرية المصرية الروسية المشتركة للتعاون العسكري بالعاصمة الروسية موسكو. وقام القائد العام للقوات المسلحة بحضور مراسم الافتتاح الرسمي للمنتدى الدولي العسكري الفني الجيش 2021 بمعرض الجيش الروسي، والذي تضمنت فعالياته افتتاحا رسميا لمنتدى المباريات الحربية في روسيا. والتقى الفريق أول محمد زكي السيد سيرجي شوغو وزير الدفاع الروسي، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر وزارة الدفاع الروسية، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. وعقب مراسم الاستقبال ترأس الوزيران جلسة مباحثات تناولت آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين. وأكد الفريق أول محمد زكي خلال انعقاد الجلسة العامة الختامية للاجتماع السابع للجنة العسكرية المصرية الروسية المشتركة للتعاون العسكري اعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع جمهورية روسيا الاتحادية، معربا عن تطلع القوات المسلحة المصرية إلى دعم آفاق وأوجه التعاون العسكري المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين. من جانبه أشار وزير الدفاع الروسي إلى حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر، كونها دولة محورية وحليف استراتيجي مهم بمنطقة الشرق الأوسط. وفي نهاية اجتماعات الجلسة العامة الختامية، وقع وزير الدفاع لكلا الدولتين بروتوكول تعاون مشترك في مختلف المجالات العسكرية والأمنية.